هلو بيوتيفول ليريز، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد في القناه ديالي. موضوع اليوم هو موضوع جد مهم تحت عنوان ما تدليش راسك من غير الله والوالدين. بالنسبه للبنات اللي كتقول لك لصقي فيه غيتزوجك، ما تحلميش يا حبيبه، لن يتزوجك المدلوله. الا ما تزوجش بك بعزتك وبكرامتك، ما غيتزوجش بك وانت مدلوله. كوني هاني، من غير الله والوالدين ما تدلي راسك حتى لشي حد. عافاك ما تخلينيش، عافاك جاوبني في الميساج، عافاك نتلاقيك، عافاك انا ما نقدرش نعيش بلا بيك. كتعفر ويا المعفر، تعفر بشويه كتصرف عليه. تكون تسنى يا ربي تطلب سلاب لعند براغي يبغيني. كي عندك عنتر بنو شداد ولا تكون عندك تما؟ تكون عندك تما. رحنا في 2020 اختي، فوتي على البيت، اطلعي من البيت، سوي شاي. بلي لاكي تو تون فو دو لوي. فين مشى؟ تبلونطا يقول او صحابك 16 ديال الحزن حبسوا عليا. ديري ستوب، ديري بوز، صافي ديري بوز. داكشي اللي كنتي كرديلو الصرف، ارديلو الصرف. الراجل ما كيبغيش المراه المدلوله، الراجل ما كيبغيش المراه اللي كطيح الدموع وتخبط. نسيتكم يا صحابات، انتحر باش يجي لعندي يشوفني ونمشي ندير فراسي شي حاجه. اويلي اويلي، فين مشات الكرامه؟ فين مشات عزه النفس؟ كون هاد السيد الرجال اللي غادي نمشي يوصلني للسبيطار. فرعون كيا جم الاكبر مين هو؟ ما هو اكسجين؟ هو خبز؟ هو شكون هو؟ هو فاش يمشي بسلامه خويا. بغي الله يعاونك، بسلامه خويا، باي باي. الوالدين هما اللي تبكي عليهم وتدلي راسك وديري اي حاجه ابارسا بنادم. الحاجه اللي ما تندميش عليها هي فاش كتبقاي بعزتك وبكرامتك وبشرافك وبالنف ديالك وبالشموخ ديالك. الوقت دوا لكل شيء والوقت ينسي كل شيء. ديو سيليباتير وبكرامتي، ولا نتزوج بدل شو ديال عزه النفس، شو ديال الكرامه. فواحد الوقت غتنساي وغتبقى لك غير كرامتك وعزه نفسك كما تدين وتدان. المشكل هذا لاحظتو بزاف، لحقاش اغلب الميساجات اللي كانوا كيجوني فيسبوك او لصحاباتي اللي كيعاودوا ليا او للبنات اللي كنسمع عليهم عندهم هذا المشكل هذا. الوغ كتلقاي البنت كتمشي كدل راسها لواحد الشخص على اساس كتبغيه، كتمشي كتطيح من كرامتها، كتطيح من قيمتها باش تمشي عند هذا الشخص، وهي ما عارفاش انه داك التصرف اللي كدير هي ما عنده حتى شي قيمه او معنى بالنسبه لذاك الشخص. حيت اول حاجه الشخص فاش كتكوني مهمه ليه وكيبغيك وكيعطيك قيمه ما غاديش يقبل عليك انه تكوني داله راسك. هذه من جهه. من جهه اخرى البنات، فكري انت علاش غدلي راسك لهذا الانسان؟ علاش يعني علاش اش هذا الانسان اش زاد لك في حياتك؟ اش دار لك؟ بنى لك القصوره، بنى لك الفيلا؟ توجع عليكم بنى لك القصوره ويكون بنى لك الفيلا تلالا. واش انا جابوني والدي لهاد الدنيا باش ندل راسي الانسان بحالي بحالو؟ سمحوا لي البنات، ولكن حتى شي واحد ما يستاهل تدلي راسك على ودو واخا يكون اللي يكون. من غير الله والوالدين ما تدلي راسك حتى لشي حد. ديجا ما كتستافدوا حتى شي حاجه. نقول لكم واحد الحاجه، الرجل بصفه عامه ادم ما كيبغيش المراه الضعيفه. الرجل لا يفضل المراه الضعيفه، الرجل كيبغي المراه القويه اللي عندها شخصيه قويه. كيف ما حنا البنات كنبغيو الرجل اللي عنده شخصيه قويه، الرجل اللي عنده كلمه، الرجل الحرش كما نقولوا، راه نفس الشيء. الرجل ما كيبغيش المراه اللي راه كاين واحد المثل كيقول لك الرجل لا يحب المراه التي تبكي عليه، الرجل لا يحب المراه التي تبكيه. ما كيبغيش المراه اللي كتبكي عليه، كيبغي المراه اللي تبكيه. وهذا مثل صحيح يعني ثبتت صحته بزاف ديال المرات وبتجارب البنات وبزاف بزاف ديال الحوايج. شوفي انت غير رجعي الكاسيطه اللور، هذا السيد هذا اللي كيفاش كتمشي مثلا نعطيو مثال. سيد انت فاش كتمشي مثلا كتكوني كتبغيه هيتو، السيد كيقلب عليك ياك، ما كيبقاش يهضر معاك ولا ما كيبقاش يهتم بيك ولا ما كيبقاش يسول فيك. هذا مثال بسيط اللي غتكونوا مجربينه كلكم. مثلا السيد اللي كتكوني معاه في علاقه، سواء خطيبك سواء كما كان يكون، فاش مثلا كيوقع بيناتكم شي مشكل ياك، السيد مثلا كيقلب عليك ما كيبقاش كيهضر معاك وداكشي، ماشي شي مشكل دابس، ولكن كاين اغلب بزاف ديال الدراري ولا لا ماجوريتي ديال الدراري فاش كيشوف البنت كتبغيه كتهتم به كيبكي كيقلب. البنت مسكينه ما كتعرف ما دير، كتبقى تصيفطو له ميساج، فلان مالك، عافاك ما تخلينيش، عافاك جاوبني في الميساج، عافاك نتلاقيك، عافاك انا ما نقدرش نعيش بلا بيك. واش كتستافدي شي حاجه؟ هذاك الطرا
الصغار في الاخر شنو كيدير؟ كيتعفر، ويا المعفر تعفر بشويه، من الاخر كيتعفر، كيحس براسو شي حاجه واخا كيكون ما عندوش قيمه. الغلط اللي كديروا البنات كتعطيو قيمه لمن لا قيمه له، اولا غادي نخاطبك انتيا، انتيا كتعطي قيمه لمن لا قيمه له. الاختي اللي كيكون بوتيتغ ما كيسوى حتى شي حاجه، اولا ما عنده حتى شي قيمه وكيكون براسو ما عطاش القيمه اللي عطيها له انتيا بذات نفسك. اولا فاش كتبقاي عافاك ما تخلينيش حتى كيدير، كيخليك محروقه، كيخليك هكاك كيخليك هكاك تزاوقي، كيخليك هكاك وكيتمتع بداك الشيء. وانتي يلا جاوبي واش استفدتي شي حاجه؟ ما كيجاوبش ميم با على الميساج ديالك، ولا جاوبك على الميساج ديالك كيجاوبك معفر، وي راني مشغول، ولا راني كدا، ولا راني كندير شي حاجه، ولا راني مشغول، وكتشوفي اون لين وما كيجاوبكش، ما كتستفدي حتى شي حاجه. عافاك فلان عافاك. ولا بيغ كو سا لي زيستوار لي كيجوني ما كنفهمش، كتلقاي البنت كيصرف كتصرف عليه كتصرف عليه وكتخرجو وكتخلص عليه، اون بليس دو سا ما عطيهاش قيمه، ما عطيهاش اعتبار، لاصقه تصرف عليه وتخلص عليه وعطيه الاهتمام وعطيه الحب وعطيه كلشي، اون فان دو كونت تسنى يا ربي تطلب سلاب العند براغي يبغيني. مالك يا اختي على حالتك؟ مالك عندك عنتره بنو شداد ولا شكون عندك تما؟ شكون عندك تما؟ شكون عندك هاد الانسان اللي داير عليه كاع هادشي؟ ولا واحد 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 البنت جات عندي قالت لي وقالت لي ليستوار ديالها، عاد صغيره بنت عاد صغيره، قلت لي وجي انا مع واحد 3 سنين وانا معاه كيضربني وكيسبني وما كيخليش ليا غير اللي نسيت غير اللي نسى بلوتو، وكنبغيه وكنموت عليه. كتفهم تسطى؟ نبغيه ونموت عليه وما نقدرش بلا بيه. قالت لي جاني واحد الانسان اللي جاني واحد الانسان اللي بغاني وبغى يتزوج بيا وما قدرتش ما قدرتش نبغيه، كنبغي داك اللي كيدلني ويجرجرني. انا هادشي اللي ما فهمتوش يا البنات، راه حتى ماشي مره ماشي زوج، بالتكرار البنات علاش كيميلوا لذاك الشخص اللي كيجرجرهم؟ انا بغيت نفهم فاش يجيها واحد من الباب دارهم ويجيها يجيها ولد الناس ومعقول، ويجيها لدارهم ويطلبها على سنه الله ورسوله، ما كتبغيش وتبغي وتتعلق، تقولك ما مرتاحاش قلبي ما مرتاحش ليه. ولا من قلبك مرتاح اختي؟ قلبك مرتاح لذاك الانسان اللي كيعطيك الدق ويعطيك العصا ويسبك ويعيرك ويمرمد بك الارض؟ هذاك هو؟ انا ما تفهمتليش هادي. قالت لك انا هذاك الانسان اللي كيضربني وكيمرمدني واخا هكاك نبغيها رجاء، ما قدرتش نتخلى عليه، ما قدرتش ننساه، سبحان الله. ما الاخت السياسه اللي كتفكري بيها باش انتيا مشيتي عند واحد كيعطيك العصا وكيدلك وكيضربك، اشنو استفدتي؟ وكياخذ منك شي حوايج اللي راكو عارفينهم بلا ما ندخلوا في هاد لي ديطاي حنا هادو، ما كتستفدتي حاجه، وكتقول لك كنبغيه ومعاه مستعده. الوغ انا تو سامبلومون على جيت نهضر في هاد الموضوع هذا بالضبط حيت شدرني خاطري، شدتني النفس، حيتاش بزاف هذا الموضوع تكرر بزاف وسمعت به بزاف. علاش كتعطيو قيمه لمن لا قيمه له؟ علاش دابا نتيا فاش كتمشي كتزوقي لواحد باش يهضر معاك وتزوقيه عافاك فلان يهضر معايا، عافاك ما تخلينيش، عافاك جاوبني، عافاك انا راني مريضه، عافاك انا بيتها بلا نعاس، نقول لك اش الراجل باش كيحس فاش كيشوفك بحال هكا؟ كيحس براسو باللي راه دارك صافي، دارك تحت الصباط ودارك في الجيب وحكمك صافي نتيا ديالو، اش غايقول؟ حسابك غتبقاي فيه ولا غتشفيه ولا غايقول هادي ما غنفرطش فيها كتبغيني؟ نو 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 نو, نو حبيبات، راه ما كاينش نهائيا. كيقول هادي راه تحت الصباط غنخليها راها في الجيب صافي، هادي راني ضامنها ديالي، نمشي نشوف جهه اخرى. نقول لك واحد الحاجه، الراجل كيبغي المراه اللي شخصيتها قويه، والمراه اللي ما كدلش راسها، والمراه اللي عندها النيف، والمراه اللي عندها الكرامه. هذه ديوها من عندي غارونتي، من عندي غارونتي اختي اللي قالها، ديوها من عندي غارونتي. الراجل فاش كدلي راسك ليه صافي. عطيكم واحد المثال بسيط، دابا شنو داير في السوق؟ شنو كاين في السوق؟ شي حاجه اللي الناس باغيه تشريها باغيه تاخذها، اللي خرج مثلا. حنا ناخذ مثال بسيط، الايفون 11 برو اللي راه خارج تالي في السوق ديال ابل مثلا. بزاف د البنات باغيين يشريو، كيشوفوا الايفون فيه ثلاثه د الكاميرات واعر، واخر ما كاين في السوق، واو داك الايفون واعر، واو داك الايفون غزال، واو غنجمع له شحال كيدير، جوج المليون ولا مليون و 7000 درهم، المهم غنجمع له باش نشري داك الايفون شي حاجه. داك الايفون واعر كتبقاي تمناي داك الايفون امتى تحصلي عليه، كيبقى يجيك شي حاجه واعره صعيب توصلي لها. ولكن اون فوا تجيبي داك الايفون غديريه هكا مثلا، غيوصلك غيولي ديالك، غتديه في يدك غتقلبيه بحال هكا تقولي صافي بحالو بحال لي زايفون اخرين، ماشي شي حاجه عادي، تقدري ترمي فوق الطبله صافي ديالي. غيخرج مثلا شي ايفون جديد في السوق تقولي صافي هذا راه ديالي، واخا داك الايفون راه ما قلتي باش جبتيه، ما قلتي باش ولا ديالك، ولكن فاش ولا ديالك صافي القيمه ديالو ما بقاتش هي صافي ولا ديالي صافي، راه في الجيب كتبقى تطمعي هكا. داير بنادم طماع، الحاجه فاش كيوصلها تولي ديالو ما كيبقاش يعطيها القيمه.
الوغ امتى كتحسي بقيمه داك الايفون يا اختاه العزيزه؟ ملي كيجريسيوك فيه، ملي كيتشفر لك، ولا ملي كيتفرشك، ولا ملي كيطيح. اش كتقولي؟ ويلي 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 داو لي داك الايفون 11 ويناري، شريتو بردي كيما نقولو حنا. لا بردي بردي بردي، شريتو بجوج ملايين ومشى ليا. شريتو بجوج ملايين ومشى ليا، ولا كريساوني فيه عاد كتبقاي تشوف. ويلي ويلي كان عندي الايفون التالي وانا ما كنتش عارفه قيمته، كنت نرمي فيه حتى كريساوني فيه. عاد كتبقاي ديري الماكسيموم تجي للبوليس باش يردو لك داك الايفون الغالي ديالك. كتعرفي قيمته حتى كيمشي من عندك. نفس الشيء الوغ الراجل كيبقى يطمح لك يطمح لك يطمح لك ويدير لامبوسيبل باش تولي ديالو. اون فوا تولي ديالو ما كيبقاش عارف قيمتك. الوغ الغلط اللي كديروها البنات انكم كتحسوا هذا الشخص انك صافي وليتي الملك ديالو، وليتي ديالو صافي ما فيهاش النقاش، وانت هي من نيتك ومن مانيش عارفه شنو هذا. كتمشي عنده كتقولي له انا ديالك بوحدك صافي، انا غنسناك حياتي كامله، انا ما نبغيش شي واحد اخر. صافي السيد فاش كيبقى يسمع هذه الهضره صافي كتبتيلو كتعطيلو بالدليل والبرهان انك ديالو وصافي. ما كاش غيقول صافي هديرها ديالي واخا ندير اللي ندير. سيتش كيبقى يدير، كيبقى ينخلك، كيبقى يخليك تسناي كتبقى يخليك تسناي في الميساج ديالو ما يجاوبكش. تقدري تشوفي اون لين ما يجاوبكش، وانت كتبقاي تصيفطي الميساجات تصيفطي الميساجات كتزيدي تبتيلو انك راكي ديالو. باغ كونطخ كنت فكرتي غير شويه بعقلك وتصرفتي بطريقه ذكيه ونخلتيه حتى انت كيما نخلك. غير فكري معايا، تعطيه النخال ولا النخاله ولا كي كيقولوا لها، وما تبقايش تسوقي له، ما تبقايش تسوقي له نهائيا. واخا انت باغي تعرفي ما تبينيلوش حيت ما غادي تستافدي حتى شي حاجه، غادي غير طيحي كرامتك وغادي طيحي النف ديالك. شوفي اللي باعك بالرخيص بيعو بالمجان. انا لا السيد اللي ما يديها فيا، اللي ما يعطيني قيمه، اللي ما يسول فيا، اللي يخليني انا تابعته، يعني ما ندير بيع. علاش ما نتبادلوش الادوار؟ علاش هو ما يتبعنيش؟ علاش ديما كتخليو الكلمه الرئيسيه والكلمه الاخرى للراجل؟ راه حنا في 2020 اختي، الكلمه التاليه كانت هذه شحال في عصر باب الحاره. يلا يلا يا حريم فوتي على البيت، اطلعي من البيت، سوي شاي. رحنا في 2020 الكلمه بقاش الكلمه الاخيره للراجل اللي ولتي كتعطيه له انت يا اما شيخي حبيبه ديالي. الوغ فكري شويه بعقلك، فكري ديري راسك في بلاصتو واحد الانسان مثلا. غير قلبي الادوار، ديري راسك بحال انتيا مثلا. نعطيك واحد المثال، دابا انتيا واحد الانسان اللي ضمنتي حتى هاد البنات فيهم الخصايل، ما نكذبوش، ماشي غير الدراري، حتى البنات فيهم هاد الخصايل. حتى بعدو نطرقوا لهاد الموضوع ديال البنات. دابا انتي مثلا شي واحد طيحتيه فيك وعرفتيه يبغيك صافي ديالك، يموت عليك صافي، طيحتيه بالبيان ديالك صافي في جيبك صافي، غتقولي هذاك ديالي، غتبقاي تمشي هنا هو مسكين يصيفط لي ميساج، ما غتبقايش تسوقي لا تقولي ديالي. وكيفاش تشوفي هاد السيد غبر ما بقاش يسول، نخليك ما بقاش يديها فيك، غتولي او كيفاش هاد السيد اللي انا طيحته وقلت ما عمرو يمشي لواحد اخر نخلني، كيفاش اش واقع؟ كتبقاي تسولي فيه فلان فينك، فلان اش درت، فلان مالك، ما بقاش كتسول كتولي لعندو. ولكن فاش كيبقى لاصق فيك فلانه 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 هو 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 ما كتسوقيش ليه. باغ كونطخ فاش يخبر عليك ويقلب عليك كتعطيه قيمه وتقولي كيفاش الانسان فين مشى اللي كان يسول فيا، فين مشى؟ الوغ نفس الشيء الراجل فاش كيقلب عليك اش كيكون متوقع؟ كيكون متوقع على لا انك غادي ترجعي لعندو، غادي تدليلو، غادي ياك ما تخلينيش. فاش كيخليك مثلا يقول لك نتفارقوا هادي صافي ما انت ليا ما انا ليك، اش غيكون متوقع؟ غيكون متوقع يقول هادي راه كتبغيني وكتموت عليا. الوغ اش غدير؟ غتجي تابعاني وغتبقى تدل راسها وغتبقى 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 صافي. انت كديري نفس التوقع ديالو، لو كان تفرعي له الفيلم، لو كان تخرجي له توقعاته في الزيرو غيتبلونط يقول او هادي هادي وقيله غير وقيله ما قدرتش نوصلها تما، غيرجع وغيتشبت بك كثر. كيفاش هاد الانسان اللي قلت لها نتخلى عليك وما تسوقاتليش؟ كيفاش اش واقع في الدنيا؟ الوغ انت الحبيبه ديالي فاش كتمشي عنده كتبقى عافاك 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 عافاك، راه كتبتي له دوك التوقعات ديالو عادي. الوغ انت اش غديري في هاد في هاد في هاد في هاد لوكا هذا؟ اش غديري في هاد لوكا هذا؟ السيد مين واخا تكوني تبغيه واخا تكوني مانيش عارفه شنو، سيد فاش يتخلى عليك ويخليك ضرب له ديك التوقعات ديالو في الزيرو، خليه واخا تكوني ما نعرف شنو، خليه حيت باش غدلي له راسك ما عمرك غتستافدي شي حاجه. خليه ما تبقاش تكتبي له لا ميساج، ما تبقايش تسولي فيه، ما تبقايش نهائيا. نوصي واحد الحاجه نوصيكم عليها، خرجي ستيلاي ماكي، ما تبقايش مسوقه. واخا انت مسوقه بيني له بلي ما انت ما مسوقاش، ديري ستوريات راكي خارجه، ديري ستوريات راكي مع صحاباتك، ديري ستوريات راكي عايشه الفيدا لوكا، راكي عايشه لا فيدا، فهمتي؟ ديري ستوريات بلي راكي تو تون فو دو لوي. عرفتي ديك الساعه غيتحرك كيفاش هاد الانسانه
ما تسوقتش ليا، كيفاش هاد الانسان اللي كنت ضامن باللي غتبكي عليا ما تسوقتش ليا؟ غير رجع لعندك، ما غير رجعش لعندك حبا فيكي، غير رجع باش يرضي داك الغرور وداك الكبرياء ديالو. كيفاش هاد الانسانه، كيفاش هاد الانسانه ما تسوقاتليش؟ كيفاش هاد الانسانه ما تسوقاتليش؟ غير رجع باش يرضي غروره وكبرياء، وحيت ما غير رضاش انه هو كراجل ما قدرش يكسبك وما قدرش يبكيك وما قدرش يخليك تشبته بيه وتبكي موراه وتزوقي فيه. غير رجع لعندك، من غير رجع لعندك اش غديري؟ تما رضعتي بارك. الاخوات اللي مثلا كانوا كيدلوا راسهم، وقفي داكشي، ديري ستوب، ديري بوز، صافي ديري بوز لداكشي اللي كنتي كديري. راه كتكوني جربتي وما استفدتي حتى شي حاجه، ديري بوز لداكشي اللي كنتي ديري، داك المزاوقات وداكشي اللي كنتي كديري معاه كامل، ديري له بوز، وقفي، ما تبقيش تسولي، ما تبقيش تصيفطي ميساجات صحابات سطاتشيات ديال الحزن. حبسوا عليا داك سطاتشيات ديال انا حياتي انتهت وانا وانا وانا، حبسوا عليا داكشي كامل. غتحبسي، ما تبقيش تسولي فيه، ما تبقيش تهضري معاه، ما حتى شي حاجه. اش غديري؟ غتبقاي تلونسي ستوريات، لونسي لالا واخا غير في الدار مشطي، وديري كيما راني دايره وميكاب شويه، وديري سنابات ولوحيهم، ولا بيني راسك راكي خارجه مع صحاباتك، وديري ستوريات. غادي تحرق، غادي يجي يهضر معاك. فاش يجي يهضر معاك؟ ردي له الصرف. مات ردي اعتبارك بواحد السياسه اللي واعره، اللي هي ما غتجاوبيش على ميساج ديالو، ما غتسوقيش ليه، غيبقى يعيط وما تجاوبيش، خليه كيما كنتي كتزوقي الكلبه وما تسوقش ليك، حتى انت ما تسوقيش ليه، خليه غير رجع كيما قلت لك، غير باش يرد داك الغرور ديالو. الو خشي هاد الانسان اللي غادي يبقى يجرجرك ويمرمدك ويدلك، هذا غسلي يديك منه. واخا غير رجع لك، واخا غير رجع لعندك، ما غير رجعش حيت يبغيك، غير رجع غير باش يرجعك لعندو، باش يولي يدير لك داك اللقطات ديالو ديال يتعفر عليك وما يهضرش معاك، غيولي غير باش يرضي الغرور ديالو. حيتاش داك المثال ديال خانز بصعيني فيه، فين خليناها في خانز بصعيني فيه. جيت هنايا حدا السترجم باش نبان مزيان، هي ما نعرفش بحال كانت شي الاضاءه مغموقه، عييت بالهضره. خانز بصعيني فيه، واخا ما باغيكش انانيه منه يبغيك تبقى تسولي فيه، حتى حنا البنات ما نكروش، حتى حنا فينا هاد اللقطات، كتبغي السيد واخا ما كتبغيش كتغيري عليه، كتبغيه دائما يبقى تابعك، كتبغيه دائما يبقى ديالك، دائما يسول فيك، ديما يبقى تحف الجيب. فاش تشوفيه شد شي ريزو اخر، لا كتبقى تدوري بيه، تنمشي حتى يولي لعندك مسكين، كاش كتجرجريه نفس الشيء. فاش غير رجع لعندك مور ما تنخليه، غير باش يرضي داك الغرور وداك الكبرياء ديالو ويرجعك لعندو. فاش غترجعي لعندو انتيا مسكينه ديروا دوك اللقطات، فاش ترجعي لعندو غير رجع يدير لك بيغ كل الاول، غيبقى يتعامل معاك قبح من الاول، وغادي يرميك وغادي يخليك. الوغ شنو غنديروا حنايا؟ الميساج اللي بغيت نوصل لكم هي ما تدليش راسك للراجل ولا حتى لشي واحد. الراجل ما كيبغيش المراه المدلوله، الراجل ما كيبغيش المراه اللي كطيح كرامتها على جالو، الراجل ما كيبغيش المراه اللي كطيح الدموع وتخبط عليه، نسيتكم يا صحابات انتحر باش يجي لعندي يشوفني، ومشي ندير فراسي شي حاجه. وحده جات عندي داك المرات قالت لي، صيفطات لي تصوره في السبيطار، قالت لي بغيت نلوح هادو في ستوري عندي، واش نلوح مراجع باش يجي عندي ويسول فيا؟ اويلي فين مشات الكرامه؟ فين مشات عزه النفس؟ دابا انا شكون هاد سيد الرجال اللي غادي نمشي يوصلني للسبيطار؟ اش غا صافي غيحس براسو؟ ماشي غديري له الجنحان، غديري له الجنحان وغديري له القرون وغديري له الشان والمرشان، فرعون حيا وجا من القبر. شكون هذا اللي غادي يصيفطني للسبيطار ولا غادي نطلع عليه كومو ولا غادي نمشي ننتحر عليه؟ يا ويلي هاي البنات، الله ينعي الشيطان. المهم هادشي كامل ما غينفعكمش، اش غيدير؟ غيشفق عليك وغيجي عندك يقول لك سلام لاباس وغيمشي في حالاته. الراجل اللي ما كاش معك عن حب وعن اقتناع، ما عمره ما غيكون معك على شفقه. الو خطيونا من ديك البلانات ديال نمشي ننتحر ونمشي ندير شي حاجه فراسي باش يسول فيا، ولا نمشي نصيفط له صاحبتي تقول له راه انتحرت وراه وقعت فيها شي حاجه، يقدر يرجع يسول فيك. تاني بضمير اش ديري انت يا اختي؟ فين كرامتك وفين عزه نفسك اللي تجيبي واحد انبو ضميرو على ودك؟ يجي عندك يسول فيك واحد اليومين ثلاث ايام وغير رجع للطبيعه ديالو. الوغ البنات شوفي، ما تدليش راسك، ما تبكيش، شوفي ما نقولكش ما تبكيش، بغيتي تبكي بكي، غير ما تبينيلوش الراجل، ما تبينيلوش نقطه ضعفك باللي هو، ما تبينيلوش باللي انت ضعيفه على ودو، باللي انت ما تقدريش تكملي حياتك بلا بيه، باللي انت مالو هو؟ ما هو اكسجين؟ هو خبز؟ هو شكون هو؟ الوالدين هما اللي تبكي عليهم وتدلي راسك وديري اي حاجه ابارسا بنادم؟
يكون، ما تدليش راسك البنادم كيما كان يكون نهائيا. أضلي راسك تطيحي مكرمتك في التالي، ما غتستافدي والو وغتندمي. الحاجه اللي ما تندميش عليها هي فاش كتبقاي بعزتك وبكرامتك وبشرافك وبالنيف ديالك وبالشموخ ديالك، تما فاش ما كتندميش. اما من بعد هاد العلاقه كتدوز دوز، واي علاقه كتبدا باجوتي كتنتهي بلوكي. راه لا ماجوريتي ديال العلاقات بلا ما تقولي لي لا خطيونا من دوك لي كا اكسبسيونيل، لي كان لي كيوقعوا مره مره. انا كنهضر على 99%، دوك 1% خليهم ابار. الوغ ما كتستافدي حتى شي حاجه. العلاقه كما قلت لكم كتبدا باجوتي كتنتهي بلوكي. واش كيبقى؟ كيبقى انت دليتي راسك باش بقيتي تندبي تقولي ويلي لكوني ما دليتش راسي، كون غير بقيت بعزتي ها هو مشمشه. غادي شي واحد الوقت غادي تنسايو. الوقت ينسي، الوقت دوا لكل شيء والوقت ينسي كل شيء. الوغ انت يا غادي تنساي، غادي تنساي. اللهم تنساي وانت بكرامتك، اللهم تنساي وانت بعزتك. بالنسبه للبنات فاش كنت ندير لايف وكنت نقول لهم هادشي، كتقول لي كيجي وحده تقول لي تبعوها تبقاو بايرات. شوفي تبقاي بايره بكرامتك وبعزتك ولا تزوجي وانت مدلوله، غيبقى عقل الراجل عليك الدل ديالك طول حياته. يقول لك نسيتي نهار كنتي تدلي لي وتبكي لي وشقت لي فراسك وتجي لعندي وتفعلي وتحطي الدموع وتبعيني، نسيتي ولا نفكرك؟ الراجل ما كينساش، كيبقى ولد الناس، ما ماشي من لحمك ودمك. ونزيدك هادشي لا تزوجك، نعطيك غارونتي ما غاديش يتزوجك، ما غاديش يتزوجك. الراجل ما كيبغيش يتزوج مره مدلوله، ما كيبغيش يدي وحده مدلوله يديرها في دارو. اللي كيبغيك ما غاديش يدلك، ما غاديش يدلك نهائيا. الوغ انت فاش كدلي راسك وكطيحي في كرامتك وداكشي، راه كتكوني بحال كتخوي الماء في الرمله، ما كتستافدي والو. البنت اللي تقول لك لصقي فيه وديري له ودلي راسك باش يديك، هذا اختي فين عندك؟ هذا اختي فين عندك؟ الراجل ما عمرو فاش دلي له يديك. بالعكس الانسان فاش كيشوف عندك شخصيه، فاش كيشوف عندك ثقه في النفس، فاش كيكون فاش كيشوف عندك كيما نقولوا واحد لي برينسيپ، واحد المبادئ ما تنزليش عليهم، هو فاش يمشي بسلامه خويا. بغيت تمشي اختاريت الفراق، الله يعاونك، بسلامه خويا، باي باي. خلا ترى دو الشربين اللي خلاك خلا غيرك. انت يا كوني واحد الانسانه اللي مصله وبنت الناس، ما تخونيش ما تغدريش، كوني في دير ما تكونيش معفره، كوني عاديه. ولكن اللي بغى يخليك خلاها الشيخ وسيم، اللي باعك بالرخيص بيعو بالمجان. علاش انا غادي نمشي عند واحد الانسان اللي باعني وكتلقاي تخلي لي شريك وتمشي عند اللي بايعك؟ كيجيك واحد اللي باغيك فريمون في المعقول وفي الحلال وباغيك بصح شريك، ما عندك ما ديري بك، تتبعي لي داك اللي منخلك ما مسوق لكش. هو فهمت سطا والله البنات. شوفوا ما تدليش راسك لشي حد، واخا تبغي تبكي على شي حد خلاك عادي بكي، غير ما تبينيلوش ما تبكيش عليه. اش لا بينتيلو ما غتستافدي والو. البنات خديوكم دوك ستاتويات ديال الحوز واش بينيلو، عرفتي فاش تفرقوا مع شي واحد؟ الحاجه اللي كتكويه هي انك تباني ما مسوقاش، ديري ستوريات عيشي حياتك، خرجي بيني بلي ما مسوقاش، ما تمشيش تهضري معاه، خليه غيجي صدقيني غيجي يهضر معاك. تفوت سيمانه جوج ثلاثه شهر شهرين غادي يجي يهضر معاك. كيفاش غتبقى انت هي الانسانه الوحيده اللي ما دليتيش راسك ليه وما تحتيش في داك الفخ ديالو اللي كان يبنيه لك؟ فهمتوا البنات؟ الوغ انا فريمون شداتني النفس، حيت بزاف ديال البنات قالوا لي هذا الشيء، حيت تقول لك يضربني وانا دال راسي، حيت تقول لك صرف عليه ودال راسي. البنات انت ما مستعداش تحملي الدلع على ود واحد، نعيش بوحدي وسيليباتير وبكرامتي ولا نتزوج بالدل؟ هذا الشيء لا عاد تزوجك. المهم انا البنات شداتني النفس وضرني خاطري صراحه على الدريات اللي اللي كيدلوا راسهم للدراري. بزاف ديال لي كوقعوا وصف البنات اون ساغيت لا، نديرو بوز. صدقونا البنات فاش غدليلو راسك ما غتستافدي حتى شي حاجه نهائيا. الوغ شويه ديال العزم، شويه ديال عزه النفس، شويه ديال الكرامه، شويه ديال القوه الشخصيه. والوقت كينسي كلشي، الوقت دوال كلشي، غير تاهو. الوغ نتيا الحاجه اللي غتندمي عليها هي اللي دليتي راسك وطيحتي براسك وبينتي له بلي انتي ضعيفه بلا بيت، ما فاش غتندمي. اما الا عطيتيه على شي قلب وجبتي راسك وخليتي راسك بعزة نفسك، ما غتندميش. صدقيني ما عمرك غادي تندمي، غتبقي تقولي الحمد لله اللي ما دليتش راسي ليه، هاني نسيتو. فواحد الوقت غتنساي وغتبقى غير كرامتك وعزة نفسك، وهو غيرجع وغترضع اعتبارك. كوني هانيه غترضع اعتبارك، ولكن ما دليش راسك. ولي دلت راسها وقعت في هذا الخطا عادي ماشي مشكل، كاع وقعنا فيه. حبسي ديري بوز وديري داك الخطوات اللي قلت لك، ما تبقايش تسوقي، ما تبقايش تصيفطي له ميساج غادي يرجع. فاش رجع لعندك نتيا رد اعتبارك كما تودين وتودان. كيما ما كانش يجاوبك وكان يدلك انت جاوبيه ودلي، وما ديريش في راسك فكره ترجعي له، حيت الانسان اللي يدلك وفوت عليك داكشي راه غير رجعك باش يرجع يفوت عليك داكشي. والسلام عليكم. هذا الفيديو درتو البنات حيت شدتني النفس، حيت كنحسبكم خواتاتي، وحيت اغلب الميساج في فيسبوك على هذا الشيء.
وفوالا كنحسبكم بحال خواتاتي وما بغيتش عليكم الوغ البنات. نتمنى الفيديو ديالي يكون فادكم وتكونوا استفدتوا منه بزاف، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله اللي يكون كله افاده. باي باي، اي لاف يو تو ماتش.